اجتماعات لجنة التخطيط مع المشرف العام على الكورة هي مستمرة، يعني سواء في النادي في الفرع في زايد أو في الجزيرة أو في مدينة نصر أو عبر الفيديو كونفرنس على أساس أزمة كورونا، وربنا إن شاء الله يجنب شعب مصر من هذا الوباء بإذن الله. طبعا احنا في نهاية الموسم عادة كل الأجهزة بتقدم التقارير، ولجنة التخطيط بتتولى دراسة هذه التقارير بالنسبة للسلبيات والإيجابيات والمقترحات، وبالتالي بيكون في عمل مكثف في هذه الفترة رغم توقف النشاط منذ أكثر من 3 شهور، ولكن احنا لم نتوقف لأنه في أهداف معينة جاءت اللجنة من أجل تحقيقها، واحنا ماشيين على الطريق السليم حتى الآن الحمد لله. بنشكر كابتن محمود المشرف العام على الكرة ورئيس مجلس الإدارة على اهتمامه الكبير بعمل هذه اللجنة وإشرافها على الكثير من الأمور والأخذ برأيها في عمليات تطوير البرامج أو تطوير المستوى أو تطوير الأفراد نفسهم يعني. فطبعا في نهاية الموسم بيقدم كل مسؤول عن قطاع التقرير بتاعه، وإن كان إنه المناقشة مستمرة طوال الموسم يعني. وكابتن فتحي تقدم، فتحي مبروك تقدم بالتقرير بتاعه، وكذلك كابتن خالد بيبو المسؤول عن الأكاديميات، كابتن محمود صالح المسؤول عن اكتشاف المواهب، وتم دراسة هذه التقارير ووضع التصور الذي نراه الأفضل في المرحلة القادمة. تم دراسة تقرير كابتن فتحي ونشكره على هذا التقرير، وتم اعتماده والموافقة عليه من حيث كل الاقتراحات، لأنه هو الأقدر بتقييم القطاع والمدربين والفرق التي تولى الإشراف عليها في الموسم السابق، وهناك قرارات سوف تصدر لتفعيل هذا التقرير والأخذ بالنصائح والتوجيهات من أعضاء اللجنة. تمت أيضا دراسة تقارير الكابتن خالد بيبو في قطاع الأكاديميات، وهناك جهد كبير تم في هذه الناحية. نشكر الكابتن خالد على هذا الجهد الكبير والمميز. النادي الأهلي أصبح يعني من المدارس الكروية المعترف بها، واتجاه إن شاء الله لفتح مزيد من الأكاديميات في داخل مصر وفي القارة الأفريقية إن شاء الله. يعني طبعا احنا بنساعد الجهاز الفني للفريق الأول إن هو يجد العناصر اللي تتمتع بالمواصفات اللي هو يبحث عنها، لأنه كتير من مدربين أجانب أو مدربين الفريق الأول يستسهل عملية اختيار لاعبين من الخارج دون النظر إلى القاعدة والمستوى الفني الموجود في القاعدة، ولذلك فهذا التطوير سيخدم الجهاز الفني في المنتخب في الفريق الأول، وفي نفس الوقت يعني هيكون لينا يعني مش عايز أقول فرض رأي، لكن هنقول إنه اقتراح للمدير الفني إنه هو يلقي نظرة واهتمام للقاعدة والفرق الناشئين بحيث أنه هو يستعين بهؤلاء أفضل من الاستعانة من الخارج، يعني بقدر المستطاع أن احنا هنحاول أن احنا ندفع بوجوه النادي الصاعدة إلى الفريق الأول أولا لضمان